كيعتادوا عليها في المستمعين مستمعات في كلام النساء اللي كتكون دائما مع الضيف ديالنا سبيسيال. اليوم واحد معنا داني نور اللي من البدايه واكيد فرحنا بالصوت ديالو المستجيب والجميل جدا وحتى مغربي ديالو. فهاد الفقره هذه ديال هو ولا هي فعائشه مشكوره كتقدم لعندك كتجيب واحد القله بيضاء بيضاء اللون زوينه شفافه فيها واحد الوريقات. هو المشكل اللي فيها في الوريقات بصراحه المشكل في الوريقات اللي فيها. الوريقات كل ورقه فيهم كتحمل مهنه او لا شخصيه. انت غتدخلي الجديده ديالك ان شاء الله وغتجيب لنا وريقه وغنشوفوا اشنو جا فيك النصيب ديالك اشنو اليوم. عائشه طيب عائشه غتقدمها لسلمى ونشوفوا شنو اليوم جا فيك يا دانيا نور. اليوم جا فنان مغربي اللي هو كما كنلقبوه بسلطان الاغنيه الشعبيه صحيح. اللي هو السمهاجي. تحيه ليه بعدا. تحيه للفنان. كتعرف الفنان السمهاجي؟ الفنان السمهاجي كيعجبك كيجيك من الاصوات الحلوه بالاغنيه الشعبيه المغربيه. عنده الجمهور ديالو عنده الجو هو ديالو بارك الله عليه. عمل اسم حلو يعني كل شيء كيعرفوه هو حتى متواضع جدا وطيب يعني مع انه ما كانش فيه صحبي كثير انا وسمهاجي ولكن شفته التقيت فيه مرتين او ثلاث مرات او ولكن كان قمه التواضع فعلا. نعم بحيي عبر اسير جزاف عم اكيد حصلوا شي اغنيه؟ الاغنيه صعبه شويه. ايوا غادي اليوم غادي تكون الفنان المحبوب ديالنا سلطان الاغنيه الشعبيه كيف قالت سلمى وسبقات ذكرت سعيد السمهاجي. سعيد السمهاجي تمثلوا لينا اليوم يعني تقلدوا لينا صعيب. هي راه صعيب ولكن غير هو المحاولة. ما عنديش مع التقليد لا هو عنده حركات اللي معروف بها هكذا نعاونوك كيقال هكذا يعني هو انا ما شفته اخر مرة التلفزيون كان هكا ونشيط الكلمة ديالو نشيط نشيط سعيد و شو بتقولوا بيعمل امبيونس كثير حلو واخا يلا غادي نجي مقطع ولو غير مقطع ديالك بطريقه شعبيه مثلا والله يا اما نعس داك الموالي كيقولوا لبناني هذا هو الكونفيدنت لا حبيبي ما عليا البدايه كانت جميله مالك غير كلمه بصح لا والله هذا اللي حافظهم صح لا عاود ديك الحركه اللي درتي وداك الموال اللي قلتي ويلي ليلي مال حبيبي مالو عليا تحية تحية لفنان سعيد السمهاجي تحية لفنانين المغاربة كلهم أصدقائنا وأصحابنا